مميز اداء ونتيجه بالنسبه للنادي الاهلي. الكابتن احمد ايوب المدرب العام لفريق النادي الاهلي، بارك لك كابتن احمد وبنهنيكوا على الاداء، وان شاء الله البطوله الافريقيه المباراه القادمه بالنسبه لكم. لكن النهارده تقييمكم للمباراه، الاداء في اكتر من مكسب النهارده، انا يعني حضرتك طبعا تعدد لنا المكاسب، لكن شايف المباراه النهارده ازاي؟ يعني بقول الحمد لله، يعني مكسب مهم، خلاص بنقرب الحمد لله من درع الدوري ان شاء الله بتوفيق ربنا، فكل ثلاث نقط مهمين ان شاء الله، فاضل لنا نقاط بسيطه جدا ونحسم اللقب. ده كان كلام كابتن حسام مع اللاعبين قبل المباراه، كل النقط مهمه، كل المباريات مهمه، ما ينفعش يكون في تراخي، لازم طموحنا يزيد واهدافنا تكون اكبر، ان شاء الله نحسم بطوله الدوري وان شاء الله نعمل حاجه كويسه كمان. الحمد لله يمكن الاداء النهارده خاصه الشوط الثاني كان كويس، صعب جدا تلاحم المباريات وضغط المباريات انك تحافظ على، يعني مش هقول على المكسب، الحمد لله محافظين على المكسب، ولكن كمان تحافظ على مستوى اداء معين يرضي كل الناس، اعتقد صعب جدا. ولكن من وجهه نظرنا اللعيبه بتتحمل ضغط كبير جدا وهي قد المسؤوليه وبيحاولوا وبيقاتلوا، الحمد لله عشان كده بالتوفيق ربنا معانا. انا بقول لك يمكن الشوط الاولاني كان في شويه لخبطه، شويه فرقه الداخليه عامله زون النهارده دفاع بشكل كبير، بيلعبوا بثلاثه في خط الظهر النهارده، يمكن الماتشات الاخيره ما كانوش بيلعبوا كده، بيعتمدوا على الهجمه المرتده، زحمه جدا في وسط ملعبهم، ولكن الحمد لله يمكن ده تفك الشوط الثاني بالتغييرات اللي اتعملت والهدف اللي جه وسهل ان الامور تفك شويه. فلما الهدف جه الاولاني وفك المباراه بالنسبه لنا بقت طبيعيه، لان خلاص فريق الداخليه بقى يحاول يوصل في مساحات، انت استحوذت ووصلت المرمى وجبت هدفين ثاني، الحمد لله يعني مكسب مهم. ويعني ان شاء الله يعني نفكر في اللي جاي بقى، يمكن هنقفل مؤقتا صفحه الدوري، عندنا بدايه افريقيا، ودايما البدايات بتكون صعبه جدا، مش صعبه بس صعبه جدا، يعني باللي احنا شفناه وقبل كده دايما المحطه الاولى دي مهمه جدا جدا، بتخش في اجواء البطوله بشكل كبير. يمكن السنه اللي فاتت ما كانش لينا نصيب في البطوله مع اننا عملنا بطوله ولا اروع، ولكن هي دي الكوره، انت بتجتهد وبتحاول في النهايه في توفيق ربنا. ان شاء الله مركزين، تكون بدايتنا قويه، مش هقول ندي رساله لباقي الفرق، ولكن ندي ثقه لنفسنا ورساله لنفسنا ان احنا ان شاء الله قادرين السنه دي نحسم البطوله. يمكن كان كابتن سيد معوض سافر الجابون اتفرج على الفرقه وعمل تقرير مفصل للجهاز الفني، طبعا اكيد يعني لسه مش عارفين الملعب، يعني لان هو كابتن سيد بيقول ان احتمال الملعب يتغير، ان هم السنه اللي فاتت لما لعبوا الوداد لعبوه في ملعب غير اللي لعبوه السنه دي في ملعب صغير، وانت عارف الفرقه دي لعبت الوداد السنه اللي فاتت في دور 32 كسبت في الجابون 1-0 والوداد كان كسبان، والوداد كان محظوظ في ضربات الجزاء، صعب بضربات الجزاء. ان شاء الله نعدي الفرقه دي ونكون كمان احنا محظوظين ان احنا نبدا معاها ونكسب البطوله ان شاء الله. عايز اكد على ظهور مروان محسن، من اكتر المكاسب المميزه اكيد بيسعدكم ان هو يبقى متواجد وجاهز وكل الفرقه تبقى جاهزه، شايف النهارده تواجد مروان وظهوره المميز بعد فتره اصابه كبيره قوي يا كابتن احمد؟ احنا كجهاز فني طبعا بيسعدنا كل اللعيبه تكون جاهزه وكل اللعيبه تكون مركزه، خاصه اللعيبه اللي تكون راجعه من اصابه، لانها بتحتاج يعني على الاقل حاجه عشان يعني تفوقه او تديله ثقه اكبر، خاصه مروان يمكن غاب اكتر من 10 شهور، ولما رجع وبدا يدخل مع الفرقه حصلت له اصابه ثانيه عطلته شويه، فالولد يعني نفسيا اكيد كان متاثر بعيد شويه، النهارده لما بينزل ويجيب هدف ويعمل اسيست بجول ثاني، اعتقد دي ثقه كبيره ليه للفتره الجايه ان شاء الله للنادي الاهلي ومنتخب مصر ان شاء الله. اخيرا مباراه منانا وحضور الجمهور واستاد القاهره والعوده من جديد في مباراه الافريقيه لاستاد القاهره، مدى تاثيرها ومدى استاثيرها كمان على الجهاز الفني وعلى اللاعبين يا كابتن؟ اكيد يعني يمكن الفتره اللي فاتت يعني وحشنا الجمهور، يعني بقى لنا فتره طويله ما بنلعبش جماهير، فمحتاجين الجماهير تكون موجوده، وحشنا وجودهم وحشنا صوتهم، نفسنا يشاركونا ونشاركهم بفرحه الانتصارات الفتره الاخيره ونكسب افريقيا ونفرحهم معاهم ان شاء الله. شكرا. كل الشكر والتقدير للكابتن احمد ايوب المدرب العام لفريق النادي الاهلي، اللي بنهنيه وبنبارك له وبنبارك للكابتن حسام البدري والجهاز الفني وكل لاعبي النادي الاهلي على الفوز المميز، زي ما بنقول وبناكد نقاط بسيطه وقليله ان شاء الله تحسم النادي الاهلي من بطوله لقب الدوري العام، واكيد مباراه منانا الجابوني اللي بيقفل النادي الاهلي صفحه مباراه الداخليه اليوم، بيستعد بكل قوه، غدا يكون راحه بالنسبه لفريق النادي الاهلي من التدريبات، ويوم الجمعه للانطلاقه بالنسبه لتدريبات النادي الاهلي في مباراه منانا الجابوني اللي يحضرها 5000 من مشجعي النادي الاهلي. بنهني وبنبارك من جديد للنادي الاهلي، وبنرجع للاستوديو التحليلي وكابتن محمد فاروق وكل نجوم الاستوديو التحليلي.